طيب دكتور مكان الجرح هل يتم عمل تجميلي للطفل اذا كانت انثى على سبيل المثال؟ ايوه سواء انثى او ذكر في الاطفال يجب عمل الجرح بشكل تجميلي وده بيعتمد على محورين. المحور الاولاني المشرط هيمشي ازاي؟ بيمشي مع خطوط الجسد، خطوط الجسد اللي فيها ثنيات فده بيؤدي الى ان الندبه بعد كده ما تبانش. رقم اثنين المحور الثاني هو غلق الجرح وتسكيره وده بيتم عن طريق خيوط رفيعة تذوب تلقائيا تحت الجلد ما مفيش ما فيش فك غرز ما فيش يعني ندبات تبان بعد كده بعد مرور ست شهور تلاقي ان الطفل لما يتكشف عليه من اي طبيب يعرفش ان هو عامل العملية